شايفه اول جلسه مزعجه جدا للبرلمان الحقيقه. الوصف اللي توصفيه بيه اول جلسه. بص جلسه في سلبيات وفي ايجابيات، في كم نساء سيدات محترمات في هذا المجلس وده حاجه مبشره جدا، واكبر نسبه من النساء والاقباط في مصر في تاريخ المجلس، ده شيء مشرف جدا وعظيم جدا. والاهم من كده ان احنا محتاجين ننظم نفسنا شويه، والصوت العالي محتاج يوطى شويه. تعليق ايه على برلمان اتى بثورتي 30 يونيو و25 يناير ويعترض احد النواب على 25 يناير؟ من الظلم الحكم على البرلمان دلوقتي لانه لسه مرحله مبكرة جدا. اعتراض النائب ب25 كل واحد حر في رأيه، انما هو مش هيفرض عليا رأيه داخل هذا البرلمان الذي اتى بالصوت. والله البطن قلابة.